زاد مسلم ولا نوء ولا غول، يعني أشباح كانت تخرج لهم. نعم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة أو القول الطيب، نعم، أو يرى شيء طيب. ولهذا في الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء؟ قال: سهل. قال: سهل الله أمركم. ها، نعم، صحيح. نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. يعني لترد مشرك، قد يكون شرك أصغر وهذا الأصل، وقد يصل الأكبر. نعم. فإذا رأى أحدكم ما يكره، إيش يصنع؟ يرجع؟ لا. نعم. فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. البعض يضعف هذا الحديث، والثاني يعني هو الثابت، والله أعلم. نعم. وعن ابن مسعود مرفوعا رضي الله عنه: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، وما منا إلا. تقف هنا لأنه في كلام محذوف. وما منا إلا، هذا ترك ما يستقبح ذكره. وما منا إلا ماذا؟ يعني كثير عندنا من الناس يقع في التطيب، لكن هنا حذف. ليش؟ هذا اللي قلنا تحقيق التوحيد في الألفاظ. وما منا إلا، يعني ويقع في التطيب، محذوف هنا. نعم. الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود: وما منا إلا. نعم. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه: مردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. شرك صار الأصل. نعم. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. نعم. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. حتى تتنبه، الطيرة ما أمضاك أو ردك. متردد الآن تزوج ولا لا؟ قال: إيش اسم العروس؟ قال: والله اسم العروس سعاد. قال: الله يسعد أيامنا، توكلنا على الله. هذا إيش؟ أمضاك، هذا تطير. أو ردك، قال: إيش اسم العروس؟ قالوا: صخرة. قال: الله يجعلها في رأسها، والله ما تزوجها، هذا ردك. نعم. إيش علاقة اسمها بتزوج وما تتزوج أنت؟ يا أخي غير اسمها بعدين، ما هو مشكلة أنت. نعم. باب ما جاء، والله يا إخواننا هذا كثير جدا عند الناس، وما أحد يتكلم. عندنا يقولوا، أكيد عندكم موجود هذا، يقول: خير يا طير. صح، خير يا طير، خير يا طير، هذا قول أهل الجاهلية. خير يا طير، والله خير يا طير. نعم. باب ما جاء في التنجيم. التنجيم يعني علم النجوم. إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. لكن عندنا علم النجوم يستدل على الجهات وفصول السنة وقادة الزرع، هذا علم جائز. نعم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذا فقط الذي أعلمنا الله سبحانه وتعالى عن النجوم. أما نعتقد أن لها علاقة بالحوادث الأرضية، هذا شرك. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به، انتهى. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر. كل من يكره تعلم منازل القمر يحمل على ماذا؟ على اعتقاد أن النجوم لها علاقة بالحوادث الأرضية. وكل من يجيز تعلم منازل القمر يحمل على الجهات وأوقات الزرع وفصول السنة وجهة القبلة. نعم. وعندنا بعض الناس يرى في الليل مثل ما ترى أنت في النهار بدون جوجل. هذا ماب، وش يسموه؟ قال يقول ماب ولا كذا. والله صدق، وهذه عطلت ترى الذاكرة عندنا، هذا الأجهزة تعطل بعض الأشياء عندنا. فهذا يرى في الليل مثل ما ترى أنت بالنهار، صدق والله. يعرف الطرق، كانوا في القديم يعرف الطرق، يعرف الجهات، يعرف كل شيء. نعم. وفي قصة خالد رضي الله عنه عندما خرج جهة الشام، يعني كان معهم الدليل، قال: هذا المكان جئت إليه وأنا صغير مع والدي، هنا يوجد شجرة عندها الماء، وما وجدوا الشجرة، كادوا يهلكوا، بحثوا حتى وجدوا الشجرة. يعرفوا يا أخي، إخواننا كان عندهم
يعني هذه الأجهزة الآن عطلت عندنا، قبل أن تأتي هذه الأجهزة كنا نحفظ أرقام صح، اليوم ما تحفظ الأرقام، الآن حتى الطرق هذا يروح إلى بيتي بجوجل ماب خلاص تعطل هنا عند شيء. طيب لو انطفى الجوال انطفى كل شيء، انتهت الحياة. يعرفوا وكان عندهم القافة. أكرمكم الله إذا نظر إلى رجل الرجل ها عرف من أين هو. ينظر في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الدابة البعير إذا نظر إلى أثر الدابة البعير يعرف هي ذكر أو أنثى، والأنثى يعرف إذا كانت حامل. في الهجرة جاءوا برجل من أهل القافة ونظر في أثر الأرجل، قال والله إن هذه الرجل لمثل الذي عند التي عند البيت. وش اللي عند البيت؟ هذا محمد عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم. قال هذه والله مثل التي عند البيت. النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد الحب بن الحب، وكان زيد أسود وأسامة أبيض، ويتكلم فيهما لماذا؟ حتى يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. مر بهم رجل قد نام انكشفت أرجلهم، أربع أرجل الآن عندنا ظاهر. فقال هذا والله هذا من أهل، قال إن هذه الأرجل بعضها من بعض. فرح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، ليش؟ رد على قريش. نعم. وكره قتادة نعم وكره قتادة تعلم منازل منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر، ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا حديث وعيد مرة كما جاءت. نعم. مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. الشاهد هنا مصدق بالسحر، كأنه يقول لك أن من علم النجوم هو نوع من أنواع السحر. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، يعني طلب السقيا من النجم. وقال الشيخ بن عثيمين، انتبهوا اخواننا، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ذهبت الانواع، انواع الجاهليه قال مطرنا بنوع كذا، طلع النجم، والنجم اذا ظهر الان في الجزيره العربيه هذا لابد ينزل المطر، هذا الشرك. قال ذهبت الانواع وجاءت عندنا اليوم المنخفضات الجويه، يقول منخفض جوي على منطقه الخليج ينزل المطر، ما يقول باذن الله ولا محاله. نعم. وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون ما رزقكم الله تكذيبا، حيث تنسبون النعمة إلى غيره وتشركون به، إما الشرك أكبر على اعتقاد أن النجم هو المنزل المطر، أو الشرك أصغر على اعتقاد أنه السبب وهو ليس بسبب. نعم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، لا يتركونهن إخبار وتحذير. نعم. من أمر الجاهلية يعني التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي بنيت على الجهل والسفه والقبح. الفخر بالأحساب، الفخر بالأنساب، لا قال الفخر بالأحساب يعني لآل البيت حسب، ما تقول نسب. والطعن في الأحساب، قال لا الطعن في الأنساب يعني نازل. نعم. والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، النياحة يعني ذكر محاسن الميت على وجه التسخط برفع الصوت، يا لآل فلان، يا زوجي، يا لهوي مثلا. نعم. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. الجزاء نسأل الله عافية السلام من جنس العمل. كان الأصل أنها تغطي المصيبة في الدنيا بماذا؟ الصبر. هي غطت المصيبة في الدنيا بمصيبة أخرى وبمعصية وهي النياحة. النسر عافية السلام الذي فيه جرب لا يستطيع أن يلبس شيئا على جسده، فغطى الله سبحانه وتعالى مصيبتها بمصيبة أخرى في الآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا صلى لنا يعني صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم
صلاة الصبح بالحديبة. الحديبة موضع بين مكة وجدة، كانت فيه الغزوة المعروفة والصلح، صلح الحديبية، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت، ولهذا قالوا عنها أنها غزوة. نعم. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر أو غيث، وانقسم الناس عند النعمة إلى مؤمن وكافر. نعم. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم. لا أقسم يعني لا، هنا انتبه، أقسم لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته بمواقع النجوم. كيف تجعل هذا النجم المخلوق الذي ليس له قدرة ولا اختيار، الله سبحانه وتعالى خلق هذا النجم وجعل له مكان، كيف تجعله هو المنزل المطر؟ وتجعلون رزق، لا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الملائكة عليهم السلام، تنزيل من رب العالمين. القرآن منزل غير مخلوق في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، إنه كلام الله، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون ما رزقكم، معنى الآية، ما رزقكم الله تكذيبا، حيث تنسبون النعمة إلى غيره وتشركون به، إما شرك أكبر أو شرك أصغر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. في سؤال أو شيء؟ نمشي. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. في إشكال في حديث فضل بن عباس أن من طيرك ما أمضاك أو ردك، مع أشكال عليه في حديث إنما هذا السهل. ها؟ لا، ما جعله يمضي، هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد الصلح. لا، تفاءل، قلنا الفعل مستحب. نعم. هذا الآن عزم على النكاح واتفق مع الولي وكل شيء والمهار والسكن والنفقة والمهم بعض المسائل، وقال خلاص اتفقنا. قال ايش اسم المرأة؟ قال اسمها سعاد. قال الله يسعد ايامنا. اتفق عبد المطلب مع حليمة على ارضاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما اسمك؟ قالت حليمة. قال من بني من؟ قالت من بني سعد. قال تحلم على ابني ويسعد، ما تقصد، وأعطاها الولد بعد هذا سأل. فهمت الشيخ؟ سأل. فما جعلك لا تمضي ولا ترجع، خلاص؟ اي نعم.